السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كامل بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كما قلت في العنوان، اليوم غادي نشارك معكم الرحله ديالتي من اقليم مراكش الى اقليم ازيلال، واللي هو مسقط الراس ديالي. فما تنساوش لايك والاشتراك في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو نزلته، وفرجه ممتعه. كتغي في بدادوري بدوا وكريت نوسان غريب زمار ليلي وليلي ليلي وليلي سالت سنو بسير وحاولت غيبي حاول أتغي في بدادوري بدوا وكريت نوسان غريب زمار حاولت غيفي بضع دوري لدوا واسمع ربي ما ياسي لحال ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي سلفت سلو مسجي وحاولت غيفي حاولت غيفي بضع دوري لدوا واسمع ربي ما ياسي لحال ليلي ويا ليلي حاولت غيفي حاولت غيفي بضع دوري بدوا في بضع دوري لدوا وهي واسمو الناري غدو للوا ليلي ويليلي منو ومنو سلفت سنو مسيلي وحاول اغريبي وحاول اغريبي بضع دوري لدوا وهي اسمو الناري غدو للوا وحاولت غيفي بضع دوري بدوا ويا يا عيدي السجداد الشيخ وبيبا ليلي ويا ليلي منو يا منو ثلاثة سنو مسيح وحاولت غيفي وحاولت غيفي بضع دوري بدوا وحاولت غيفي بضع دوري لدوا وميسيت شايا مصداب الخير ليلي ويا
غيري ليه فانو يمانو سجدت فانو مسجي وحاول أغلي فيه وحاول أغلي فيه بضغري ويا يا عمي صيد شي مصدب والأخير ليلي ويا ليلي همانو يمانو ثلاثة سنو مسير وحاول أغلي فيه وحاول أغلي فيه بضغري لدوار حاول أغلي في بضاغري لدوار
حاول أغلي في بغضبي لكم. وكنيت نوسا يريد سمون ليلي ويلي لي منو يمنو سدت السنوم الزيب. وحاول أغلي في حاول أغلي في بغضبي لكم. Leave you with